عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا جماعة الخير. متوفر التوت البري أو شجرة الملوك أو الكرز الجامايكي، طبعا شجرة قوية جدا جدا، والورق بتاعها المخملي، تيجي الحبة بتاعته زي الكرز لونها أحمر. شجرة قوية جدا، تتحمل الحرارة والمروحة والملوحة، وسريعة جدا. متوفر عنده حجم تقريبا قريب 3 متر، والجزء ما شاء الله متين، شيلها جملة زي كده، سعرها على 150 درهم. شجرة ما شاء الله انصح بزراعتها، ممتازة جدا جدا، تتحمل حرارة ما فيهاش اي مشكلة. بالتوفيق، للتواصل على الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.